اليوم في معرض كوميكون مشاركين مع مركز حمدان للإبداع والابتكار، المنصة الأولى المطلقة فيها، ونشوف المشاريع اللي موجودة حاليا مني والخدمات اللي يقدمها المركز للعملاء. طبعا تواجدنا في معرض كوميكون لتوجيه هذيل الشباب اللي موجودين هنا والشابات إلى تحويل أفكارهم ومواهبهم لتكون أفكار مبدعة. وجودنا حالياً في المعرض بشراكة مع مركز حمدان لاطلاع على آخر إنتاجات آخر الخدمات اللي وفرها المركز للأعضاء، ونطلع على الابتكارات الثانية اللي موجودة من خلال شباب الإماراتيين ومختلف الفئات اللي موجودة في المركز. مركز حمدان للإبداع والابتكار هو أحد الخدمات الرئيسية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اللي من خلاله نحن ندور المشاريع المتميزة، ندور أصحاب الأفكار المتميزة اللي ممكن من خلالها دعمهم وتوجيههم إلى أنهم يصبحون من أفضل الشركات على مستوى الدولة على مستويات عالمية. بدأت شركة EOV في 2006 مع مؤسسة الشيخ حمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفر المركز لشركة EOV خدمات كثيرة في مجال اللي هي الابتكار، اللي ساعدتنا من خلال الخدمات الموفرة في المركز أن نطور تقنيات حديثة، ابتكارات جديدة للعملاء سواء كان القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. من خلال مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة دعمنا أكثر من 700 مشروع من خلال مركز حاضنات الأعمال، والآن جدور مركز حمدان للإبداع والابتكار لتوجيه الضوء أكثر على المشاريع اللي فيها إبداع وابتكار من خلال إطلاق المركز. نستقبل حاليا جميع الطلبات في المركز ونحاول أن نشوف مدى إمكانية تحويل هذه الأفكار والابتكارات إلى مشاريع حقيقية. أنا أوصي جميع اللي عندهم أفكار جديدة يوجهون لمركز حمدان للإبداع والابتكار. التسهيلات اللي يوفرها المركز راح يشوفون يعني نمط جديد من الخدمات يعني الحكومية المبتكرة فعلا، اللي راح تساعدهم حتى يطورون يعني ابتكاراتهم بدرجة أعلى وأكثر إن شاء الله. نستقبلكم في مركز حمدان للإبداع والابتكار، تواصلوا معنا على شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال موقعنا الإلكتروني hi2.ae.